غياب جديد المغرب يحكي على كأس إفريقيا قبل 17 سنة اللي تقام في الجزائر في السيف رايك في الكلام اللي قاله حفيد دراجي أنه الكاف تفتح الباب من المنتخبات للتغيب وعدم المشاركة في المسابقات القارية من خلال عدم معاقبة المغرب والله هذايا حفيد <applause> دراجي نهار مطلع في التونسيون ما انت مرة مر فاتت كيف كيف جبد على جمهور الترجي ومن بعديك يعمل يعني في شونتاج معاهم ويتكلم في الحاجات الخايبة كيف كيف تو تو فات الحكاية تو عنده صافي شهرين يعني ولا قال المنتخب التونسي ليس تعيسا معنا قال ما عنديش مشكل معاه كف وكعبة حلوة هو يمين كجد ل... فيها قال... تونس قال أمين وتع... من النادي الإفريقي وما عنديش هو مشكل هو نورمالمون اه. تو معلق وفي قناة كبيرة وكل شيء هدي الأمور وهدي النفوس خاطر تحب ولا ما تحبش نحن نعم مغرب عربي نعم تحب نحن كنا أخوة وتعديت تو معناتها تصير مالونتوندو معناتها الناس الكل تتعارك وخليو الاجواء صافيه <كوب> دافريك <في أخرين> هو دافريك مش في مشكلت في هو مشكلته هو, هو في مشكلته هو مشكلته هو مشكلته اللي يحب آه. آه يعمل شونتاج كوم كوا كو اللي الكوب دافريك 2024 2025 في, في المغرب وسي ما هو هو يضرب إيه هو على هو م. كل التقارير تشير الى انه المغرب ستفوز بالتنظيم بون الاعلان كان مقرر انه يكون بعد غدوه في كيكالي لكن مرض ملك المغرب وعدم تنقله خاطر سيتم تكريمه وكان شيخه جايزه من الكاف لكن المرض يمنعه من التناقض مت... منتظر متحبش... انه لا علينا تحب الناس. تحب ولا ما تحبش يمين الناس الكل في العالم الاجمع يعرف اللي توا اكثر بلاد حاضره باش تحتضن تحت الكوب دافريك 2025 هي المغرب في السياحه نتاعها احسن من سياحه تاع زير والحقيقه خدموا يخدموا في خدمه كبيره م.